متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. لكم نشرة الاحوال الجويه لهذه الليله ونهار وغدا. هذه الليله الاجواء بارده تكون في اغلب المناطق، لكنها تكون شديده البروده في بعض مناطق الباديه والسهول الشرقيه وبعض من اجزاء عالي جبال الشرع. لا يستبعد ان يتشكل الصقيع في بعض من هذه المناطق، والرياح تكون اجمالا خفيفه متغيره الاتجاه. اما نهار وغدا فتتاثر هناك بمقدمه لمنخفض جوي. هذا المنخفض الجوي مصنف من الدرجه الاولى، وهو الاقل في سلم ترتيب المنخفضات الجويه او شده تاثير المنخفضات الجويه على المملكة. الطقس سيكون بارد مع ظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في المناطق الشمالية للمملكة، قد تمتد بعض منها إلى المناطق الوسطى. هذا ويتوقع أن يتزايد تأثر هذا المنخفض الجوي أو يتزايد تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى خلال ساعات ليلة الخميس أو الأربعاء الخميس. أما هذه الليلة فالأجواء تكون باردة كما ذكرنا في العاصمة، من 5 درجات مئوية مع ضباب خفيف في بعض من الأوقات. درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة خلال نهار يوم الأربعاء، سنبدأها شمالا هذه المرة من كل من إربد وجرش من 13 إلى 6، في الطفيرة 13 إلى 5، وفي عجوة من 11 إلى 5 درجات مع فرص لهطول زخات من الأمطار في هذه المناطق. في عمان وصلت 11 درجة مئوية، بينما تهبط ليلا في عمان إلى 4 وصلت إلى 5، مأدبة 12 إلى 2، في الزرقاء 14 إلى 6، في حين ترتفع في البحر الميت إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 13 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك 11-2، 11-3 في الطفيلة، 14-2 في معان، 8-0 مئوي في جبال الشراء، و 21-12 في خليج العقبة. ختام هذه الجولة في المناطق الشرقية التي يكون بها الطقس أكثر اعتدالا، فمثلا في رويش 18-7 في كل من الصفاء والأزرق من 17 نهارا، والصغرى لليلة الأربعاء الخميس 7 درجات مئوية. إذا هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.